قال: ومنها كونها مألوفة أو غريبة لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا، ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. ومن هنا الإنسان لكي يحصل له اليقين لابد ماذا؟ أن ينظر إلى علم الرجال لكي يحصل له اليقين. هل تشوفون عملية الاجتهاد كيف تتعقد على مبنى السيد الشهيد؟ بس ما أدري، أنا مرة شفت قايل هنا بعض الإخوة كان جابوا لي إشكال، قالوا: سيدنا أنت قايل بأنه اللي ما يفهم نظريات السيد الشهيد مو مجتهد. قلت: لا بابا، مو أشكل قايل، قايل عملية الاجتهاد تتعقد. يعني من هو مجتهد على أساس المنطق الأرسطي بالملازمة هو مجتهد على أساس المنطق الاحتمالي؟ ها؟ لا، لو أصلا لم يسمع به. ومنها درجة